سويت تجهيزات. هذا السؤال في عندنا في كيف ترى هذه الخطوره. خطوره ايش معناها؟ نقول انه يجب ان يكون عندنا الشيء التالي، يجب ان تكون عندنا اجراءات. لازم نحدد اجراءات العمل. ليش نحدد اجراءات العمل؟ قال لك لو قدرت تحدد اجراءات العمل تقدر توحد اجراءات العمل في كل مشروع. فلنقل عندك مشروع ينفذ في جازان، ينفذ في الجوف، ينفذ في تبوك، مفروض ينفذ بما بنفس الطريقه بنفس الاجراءات. اذا في خروج عن النص فهذا خروج عن الاجراءات، يكون طلب اسمه طلب تغيير. لو عندنا اجراءات نقدر نسوي عليها من هدف اسمه هدف اجرائي. نقول للشخص هذا الاجراءات عندك هدف اجرائي. ايش معنى هدف اجرائي؟ هدف اجرائي هدف تشغيلي انك انت تشغل هذه العمليه. يعني ما المقصود يا جماعه بكلمه هدف اجرائي او هدف تشغيلي؟ هو عباره عن الهدف الذي يشغل الاجراء. طيب هل معقول يكون عندنا هدف تشغيلي وما عندناش اصلا دليل اجراءات؟ المفروض اول شيء عندنا دليل اجراءات نستخدم من الهدف الاجرائي. ترى من هذا الهدف الاجرائي بروح اطلع الشيء اللي اسمه الان مؤشر الاداء الرئيسي. اذا لا بقي لنا ان شاء الله بعد الصلاه ان احنا نسوي هذه المنظومه الان اللي اسمها مؤشرات الاداء الرئيسيه. ماذا سنتعرف بعد الصلاه؟ بعد الصلاه باذن الله سبحانه وتعالى سنتعرف على كيف ترسم خارطه تدفق. ليش تجيب نفسه خارطة تدفق؟ عشان الموظف اللي راح نعطيه المهمة نقول له هذه خارطة تدفق المطلوبة منك، وسنتعرف على اللغة المستخدمة في كتابة الإجراءات اسمها خارطة تدفق، وأتمنى لما أزوركم أحصل كل إجراء مرسوم له خارطة من تدفق. الشيء الثاني نبغى نعرف إيش هي المهام المكلف بها الموظف المرتبطة بخارطة التدفق. الشيء الثالث إيش المؤشر راح نقيسه؟ كيف راح نستطيع نقيسه؟ إذا عندنا هذه المنظمة الزبدة عندنا بعد الصلاة. عندنا استراحة مدتها الآن يعني ربع ساعة ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى. ربع ساعة كاملة. والأداء التشغيلي. مؤشر الأداء.